أسعد الله مساكم مشاهدين الكرام وين ما كنتوا عبر القناة الرياضية من تلفزيون الكويت. إحنا معاكم في نفس هذا الموعد من كل أسبوع وبرنامج ويك إند اللي ننقل لكم من خلاله أكيد أبطال وبطلات من ديرتنا الحبيبة الكويت وأشياء تهم كل الجماهير الرياضية. اليوم عندنا ضيوف إن شاء الله راح ينورون برنامج ويك إند، ولكن بعد الفاصل. يا هلا فيكم من جديد وبرنامج ويك إند. يتعرض الكثير من الأشخاص إلى بعض الإصابات أثناء أداء الحركات بشكل خاطئ، سواء في المنزل أو الشارع أو أثناء ممارسة الرياضة. عندما يحدث هذا يجب أن تكون مستعد للتصرف بسرعة، ويستطيع أي شخص أن يقدم خدمة الإسعافات الأولية بشرط أن يكون مدرب بطريقة صحيحة أو حاصل على تدريب على الأقل وإجراءات أولية صحيحة تكون من خلال الإسعافات الأولية. من خلال ضيفة اليوم رح نتعرف أكثر وأكثر على الإسعافات الأولية المهمة اللي المفروض الواحد يكون يعرفها في أي مجال كان، مو شرط أنت تكون تعمل في وزارة مثلا الصحة أو دكتور أو غيره، أي شخص المفروض يتعلم هذه الإجراءات. مع ضيفتنا إن شاء الله دنيا دغيشم رح نتعرف أكثر مع هذا التقرير. العديد من الأشخاص الطبيعيين أو الرياضيين يمكن أن تحدث لهم بعض الإصابات الحادة أثناء قيامهم بالتحرك بطريقة خاطئة تؤدي إلى إصابتهم ببعض الرضوض والكدمات، خصوصا خلال ممارسة الرياضة، والتي إذا أغفل المسعف عنها يمكن أن تصبح شديدة الألم بعد ذلك. ضيفتنا اليوم دانيال دغيشم، مدربي إسعافات أولية، مستجيب طوارئ أولي معتمد عالميا من Emergency First Response، حاصلة على جائزة المدربين النخبة للإسعافات الأولية على مستوى العالم منذ عام 2019 إلى عام 2022. ومن خلالها سوف نتعرف عن كيفية الحد من عدد وشدة الإصابات باستراتيجيات الوقاية. شكرا للزملاء يعد برنامج ويك إند، وايضا من يعلق بصوته الجميل شكرا للزميل صالح اكبر ايضا. اذا احنا ننطلق وضيفتنا اليوم دنيا دغيشم، تعرف عليها من خلال هذا البدايه. دنيا نفتخر فيك معانا في برنامج ويك إند. الله يحييك ويعطيكم
انت وجميع القائمين على برنامج ويكند، وان شاء الله اليوم نطلع بحلقه ممتعه ومفيده حق المشاهدين. نعم، انا ودي من خلالك بصراحه الكل يتعرف على اهميه ان كل شخص عنده، لو شخص في البيت، يتعلم الاسعافات الاوليه. نتكلم عنك انت دنيا في البدايه، حصولك على شهادات عالميه في مجال الاسعافات الاوليه من خلال التدريب، هل لاحظتي الاقبال فعلا في هذا التخصص؟ للامانه انا بديت مسيرتي في مجال الاسعافات الاوليه أول ما بديت كمدربة وبدينا نسوي دورات، ما شاء الله يعني إقبال يعتبر كبير، وهذا يدل على شيء، يدل على ثقافة المجتمع إن حابين يطورون هذه المهارة فيهم. نعم. هذا شيء صراحة أنا ما توقعته وتفاجأت فيه، وكان وإقبال ما شاء الله كان وما زال إقبال جدا كبير. نعم، هل نحتاج في كل بيت لمسعف إنه يكون عندنا على الأقل يعرف الأوليات؟ طبعا هذه دائما نقولها، نبي بكل بيت مسعف أو مسعف في كل بيت. شو المشكلة عاد إذا كان هذا المسعف وهو المصاب؟ نعم، هني فنحتاج مساعدين بالبيت نساعده. فبشكل عام مثل ما قلنا، ثقافة الإسعافات الأولية جدا جدا مهمة، وتكمن أهميتها وين؟ من وقت وقوع الحادث أو وقت وقوع الإصابة إلى الوصول إلى المستشفى أو وصول الإسعاف. شفتي هذا الوقت؟ هذا هو الوقت الحرج. نعم، المفروض المسعف شنو هني دوره؟ إحنا مو دورنا نعالج، إحنا دورنا نحافظ على حياة الشخص المصاب ونحافظ على حالته مستقرة لين نوصل المستشفى أو توصل الإسعاف أو إنه هو خلاص يقوم بالسلامة. نعم. هذا الوقت هو اللي الحياة تروح فيه. خلينا نقول شنو أكثر الإصابات اللي منتشرة مرت عليك يمكن خلال مسيرتك في هالمجال وضرورة إنه لازم نركز عليها ولازم نعرفها؟ يعني للأمانة الإصابات أنا دائما أقول إنها موسمية. إصابات الصيف غير إصابات الشتاء. نعم. بالشتاء دائما نسمع بقي من قلب، هذه الحوادث اللي تصير في المخيمات. نسمع عن حالات الاختناق في الفحم. في الفحم صحيح. هذه في مواسم الشتاء، مواسم المخيمات والطلعات اللي تصير outdoor activities. نعم. عندنا الصيف الأنشطة الخارجية تختلف، دائما نسمع غرق وهذه الحالات اللي تصير في البحر. فهي يعني مثل ما نقول إصابات وايد وعديدة، لكنها إصابات موسمية. الأهم من هذا كله، ما في مكان يخلو من الحوادث، بأي مكان بأي وقت نكون فيه لابد أن ممكن إحنا نتعرض فيه للحوادث، عشان كذي لازم إحنا نكون متهيئين حق هذا الشيء. وحتى بيئة العمل لا قدر الله، يعني يمكن أحد الخوات قالت لي أنا كان بجانبي زميلتي وقاعدين نشتغل فجأة طاحت، يمكن عندها سكر أو غيره، تقول ما عرفت أتعامل أبدا، فاضطريت أنادي الكل تعالوا شوفوها، وطلع في النهاية فيها ممكن هبوط أو نزول في السكر. هذه المشكلة ما في أي إنسان تسألينه ماكو أحد ما مر عليه أي نوع من أنواع الحوادث، سواء في البيت ولا في الدوام ولا بالشارع بأي مكان. نعم. علشان كذي مثل ما قلنا إحنا لازم نعرف نتصرف، فإنك تعرفين تصرفين هذا جدا مهم. ودائما يقول لك الإنسان عدو ما يجهل. صحيح. فإذا الإنسان ليش مرات يقول لك ما أعرف أتصرف؟ لأنه هو ما يدري شلون يتصرف. بس لو كان عنده هذه الخلفية، كان عنده هذه الثقافة وعنده المعلومات، لو عرف إنه يتصرف راح ممكن يحافظ على حياه الانسان، يتعامل مع الحدث باكثر هدوء، لان في ناس مثل ما قلتي ترتبك وتقعد مكانها ما تتحرك ابدا، هذا من الارتباك. المشكله شنو؟ اللي يكون واحد ماخذ، انا وايد تصير يعني عندي تصير هاي السوالف بالدورات، يكلموني ماخذين دوره عندهم ليسن، تقول اتعامل مع كل الناس، ولدي يصير في شيء ما اعرف اتصرف. اذا هاي ترجع للمشاعر، العاطفه اكيد. على الرغم من فوائد التمارين الرياضيه العديده للجسم، الا ان البعض احيانا يجهل موضوع الاصابات الرياضيه اللي ممكن تصير فيه، واحيانا تكون خطيره جدا. شلون الاسعافات الاوليه تكون خاصه في اول ما تحصل الاصابه؟ الانواع الرياضات عديدة، المفروض ان احنا نعرف نتصرف مع كل نوع اصابة، لان الاصابات مختلفة، وهم مثل ما قلت لك حسب نوع الرياضة اللي قاعد امارسها. اول شيء واهم شيء ان انا احافظ على هذا الشخص، احافظ على حياته. شنو الاشياء الاساسية؟ عندنا النفس والقلب. طالما قلبه ينبض وطالما في نفس، معناته هو الحمد لله عايش قادر انه يتنفس. لا قدر الله وكانت الإصابة، خلينا نقول بعطيك يعني سيناريو مثال، كانت الإصابة موقفة مجرى التنفس، خلينا نقول من حالات بلع اللسان. نعم. وتدرين أن هذه حالات يعني خطرة وموجودة ونسمع عنها بكثرة، خصوصا في الملاعب، صح؟ فلو صار مثل هذه الحالة، هاي تعتبر من الإصابات الخطرة اللي لازم أتصرف بحزتها، ما راح أنطر الإسعافتية وأنطر أشيله وأودي المستشفى، راح يختنق. نعم. هني ضرورة وجود شخص عارف إنه يتصرف في مكان الملعب أو مكان هذه الرياضة اللي قاعدين نمارسها.
مثل هذه الإصابات اللي هي خلينا نقول اللي تهدد الحياة، هني لازم أنا أتصرف بحزتها. الإصابات الثانية اللي ممكن خلينا نقول الكدمات، الالتواءات، الكسور، الأشياء الثانية، الإغماء، هذه طالما الشخص يتنفس، طالما يعني قلبه ينبض الحمد لله عايش، ممكن أني أنا بس أحافظ على حياته مستغرة لحد ما يتوصل الرعاية المحترفة. خلينا نقول اللي يقولش البعض لا قدر الله، لو قلتي مثلنا قبل شيء حصل كسر، الكسر ممكن أيه. يكون بسيط، ولكن تحريك المريض في هاللحظة أيه. ممكن طبعًا. يؤدي إلى مضاعفات أخرى طبعاً. نعم، فإحنا كذي إحنا عندنا في الإسعافات الأولية شيء نسميه الإسعاف الأولي والإسعاف الثانوي. نعم. الإسعاف الأولي مثل ما قلت لك الشيء اللي حياته موت، خلينا نقول قبل لا ندش على الكسور خلينا نرجع لورا شوية. مثل ما قلت لك حالات بلع اللسان، إيش رأيك؟ خليني أنا أسألك. نعم. شلون تصرف فيها؟ ما عندي خبرة. تدرين لا لا لازم الحين بعطيك دورة، إيش رأيك؟ يا ريت، يلا على الهواء ناخذ دورة. حالات بلع اللسان أول شيء شلون تصير؟ وإحنا دائما نسميها بلع اللسان، هي مو بلع اللسان بالمعنى الحرفي. نعم. ولكن هي دائما يتعرض لها اللاعب في حالات الإغماء المفاجئ، فكل عضلات الجسم ترتخي ومنها اللسان، اللسان عضلة، فراح يرتخي، راح يرجع لورا، راح يسكر القصب الهوائي ويسكر مجرى التنفس. نرفع راس المريض؟ شكرا. لا تعرفين ليش؟ لا ما اعرف. مجرد رايه. نرفع راس المريض لفوق، العضله هذه انا راح اشدها، راح يكون في فتحه بالقصب الهوائيه، ممكن انه يدخل من الهواء، واتم رافع راسه لحين يستعيد وعيه او لحين توصل الاسعاف. دائما احنا نشوف في ممارسات خاطئه تصير، مثلا ادخل ايدي وانا احاول اسحب لسان، هذا كلها ممكن انا اضره اكثر من اني انفعه. ضرورة هذه الثقافة في الملاعب جدا جدا مهمة، هذه حافظ فيها أنا على حياة الأشخاص. وايد سمعنا عن حالات إصابات بلع اللسان، ممكن اللاعب يتوفى. يمكن أكثر شيء الناس بعد يحاتونه أستاذة دنيا موضوع الأمهات والأطفال، بلع الأشياء الصغيرة، الحلاو، العلج، الأمور هذه. وشفنا يمكن حادثة شهيرة يمكن صارت في مملكة الأردن مؤخرا، أن الكويتي هالدكتور جزاه الله خير اللي أنقذ طفلة في ثواني. هذه ايضا نشكرك يعني على الانقاذ الجميل فعلاً. ومعرفه الاسعافات الاوليه في هاللحظه ايضا الله سبحانه وتعالى سخره. نعم. هو يعني الله حطه في هذا الموقف في هذه اللحظه لانقاذ حياه هذه الطفله. عشان كذي ضروره وجود شخص يعرف يتصرف مكان ووقت وقوع، لازم الام تعرف يعني تقوي قلبها شويه. فمنو اللي موجود دائما حوالين الصغار؟ دائما اهاليهم. فعشان كذي نقول اللي عنده صغار في البيت دائما لازم هو يكون يعرف شلون يتصرف الاسعافات الاوليه، خصوصا ان الصغار وايد ما شاء الله تصير لهم بسم الله عليهم تحوشهم حوادث. ليش؟ الصغير مو نفس الكبير، يمكن ما عنده الججمنت او الحكم المثالي عشان يعرف شنو الصح وشنو الغلط. نعم. يروح على طول كذي يدعوم ويوهقنا معاه، يوهق اهله. نعم. سريعا خلينا ناخذ على الهواء، اذا الطفل لا قدر الله بلع شيء صغير، الام شلون تتصرف او الوالد او اللي موجودين؟ حلو، سؤال ممتاز. بلع شيء صغير، هل هذا الشيء مسكر القصب الهوائيه ولا بلعه وقام يتنفس عادي؟ تشوفين الوجه احيانا تغير اللون. صح كلامك. نعم. في وايد تشوف الامهات يعني يختبون ولا يعني عادي ولدها بس يكون بالع شيء صغير لدرجه انه يكون مثل دخل في المريء ولا المعده. نعم. بعيد عن المجرى التنفس. صحيح. هذا ما عليه خوف يعني راح يطلع من جسمه، لكن المشكله وين؟ اذا دخل في القصبه الهوائيه. هني اذا سكر مجرى التنفس شو راح يصير؟ راح نشوف ما في يعني العلامات او الاعراض اللي نشوفها، ما في نفس، نشوف ان وجهه ممكن يتغير لونه، في شيء نشوف ان هذا المصاب يكح. طالما الشخص يكح معناته سبحان الله هذا جسمه قاعد يساعد، احنا اجسامنا لها رده فعل هي غريزيه تحمي نفسها. طالما الشخص يكح معناته شنو؟ راح يكح لين هذا الشل يطلع. اذا شفناه يكح ما لي دور انا اسوي غير اني انا اشجعه انه يكح زياده، بس احنا شنو؟ اذا الشخص كح نعطيه يشرب ماي ولا ناشبه. نعم. طالما يكح هو قاعد يحمي جسمه، يحمي نفسه ويدافع. بقت الظهر زين لها علاقه؟ طالما يكح طبعا لها علاقه، في احنا عندنا اكثر من تطبيق، احنا نسوي ندربهم في الدورات مالت الاسعافات الاوليه شنو التكنيكات اللي احنا نستخدمها اذا الشخص غص. منها هذه طقه الظهر، منها الضغط تحت الحجاب الحاجز، وغيرها اكثر من تكنيك واكثر من سيناريو عشان نعرف شلون نتصرف. لكن بالنهايه اهم شيء ان الشخص يرجع لنفسه. اكيد هذا اهم شيء، وما نقول احنا بعد زدنا عليه احيانا. بالضبط. مرحله الخطر، شلون نعرف يعني طريقه الوقايه من الاصابات هذه؟ نبي الارشادات المهمه. الوقايه تيم الوعي،
يعني مهما الإنسان كان واعي ومدرك لكل شيء، الحوادث تصير يعني ما حد يتعمدها، ما مر علي أحد يتعمد يضر نفسه مثلاً. إيه نعم. ما راح تصير بشكل مباشر، لكن مثل ما أنتي قلتي في وعي. مثلاً أنا لو بمارس رياضة برا وشمس، هل هذا تصرف صحيح؟ هذا غير صحيح. شايفة شمسنا ما شاء الله. نعم. ولو بلعب كرة مثلاً تحت الشمس بيصير فيني ضربة شمس بعد نص ساعة. طبيعي. إيه فأنا يعني أقي نفسي من خلال الممارسات الصح. مثال ثاني، نشوف دائماً الحين ما شاء الله موسم بحر ورياضات بحرية عديدة، ركوب الجيت ولا السباحة وغيرها. دائماً الإنسان عباله لما هو يكون موجود في بالماء إنه ما له داعي يشرب ماء. فأني أنا أرطب جسمي بشكل مستمر طالما أنا موجودة تحت أشعة الشمس أو مكان حار، هذا جدا مهم. لازم أنا أحافظ على جسمي وأمنعه من الجفاف. نعم، هذه من الأشياء المهمة أيضا إحنا كنا دائما ننصح فيه فصل الصيف، سواء مثل ما قلتي تتمارس رياضة أو في البيت. أحيانا الإنسان ما يشعر بالعطش، فهذه المشكلة اللي تخليه ما يشرب الماء بعد، هذا موضوع ثاني. نبي أحد يذكرنا نشرب ماء. نعم. أهمية إعادة تأهيل اللاعب بعد الإصابة، يعني في ناس ما شاء الله ترجع بدون ما تتأهل على طول، ومع الأسف الإصابة أحياناً تتضاعف أيضاً. هذا يضر يعني يضر، يعني يمكن يسوي مضاعفات للإصابة، يعني حتى لو مسوي عملية وشيء أكثر من قبلها. التدرج حلو. لنفرض خلينا نقول شخص كان متعود يشيل وزن 20 كيلو، ما يصير يرجع على طول من أول يوم وهو بعد انقطاع أشهر أو سنة. صحيح. يرجع ويشيل 20، ما يصير، لازم أرجع بالتدرج. دائما يون شنو يقولوا لك؟ ان العضله لها ذاكره، وهذا شيء معروف. فانا دام طالما متعود على هذا الشيء خلاص من ارجع؟ لا، هو انت ترجع فعلا، العضله لها ذاكره، لكن تحتاج هذا التدرج عشان انا مثل ما نقول ارجع اذكرها انه لما انا ارجع لهذه الممارسه. نعم. ايضا اذا لم يتم اسعاف المصاب بسرعه وظهرت عليه العلامات والخطوره اللي نشوفها، شنو الإجراء الصحيح اللي ممكن نسويه؟ مثل ما قلنا أهم شيء شنو قلنا؟ النبض القلب. نعم. والنفس هذين لأن يأثرون على الحياة بشكل مباشر. فالمضاعفات إذا أشوفها مضرة بهذين الاثنين، هذا معناته إحنا الحين بين حياة وموت. إني لازم أنا أتصرف بشكل سريع، إني أنا ممكن أنا أقدم له الإنعاش القلبي الرئوي CPR. نعم. وأحافظ على نفسه وعلى قلبه. في طبعاً أشياء ثانية أكيد مهمة، ولكن خلينا نقول أقل أهمية من القلب والنفس بس تؤدي إلى الوفاة، مثل خلينا نقول النزيف الشديد. إذا بعد هي معانا وشباب، هذه دورة الحين ما شاء الله أنا اللي كبرت بصير دكتور عشان أنا أبي أنقذ حياته، يعني ننمي فيهم هذه الروح. نعم. وأهمية أن أنت تنقذ حياة شخص، وهذا وعي حلو عند ايه؟ عيالنا بعد. نعم. فهذا اللي تونا شفناه كان من شهر تقريبا في دورة مع صغار. لكن الدورات اللي عليها رخصة دولية لممارسة الإسعافات الأولية اللي احنا نقول ليس إسعافات أولية، هذه في الغالب أنا أسويها بشكل شهري لأن ما شاء الله عليها إقبال كبير. نعم. فتقريبا كل شهر نسوي لنا دورة ننشر فيها هذا الوعي. نعم. هل دورات الإسعافات الأولية أستاذة دنيا تختلف حسب المجال؟ يعني مثلا إذا أنت مسعف في المجال الرياضي أو الأمراض مثل ما ذكرت الجراحة وغيرها، شلون الطريقة؟ صح كلامك. إحنا نعطيها كاملة وبشكل عام، هو الإسعاف الأولي والثانوي. نعم. لكن في ناس يحبون يتخصصون أكثر. في عندنا أيضا دورات تخصصية مثل اللي إحنا نسميه الكير أوف تشيلدرن، اللي هو هذا مال ليسن خاص لشلون نتعامل مع الصغار اللي اقل من 12 سنه. نعم. في عندنا لياسن ثانيه اللي هو مال الاكسجين سبلاي وغيره، يعني حق حسب شنو انت التخصص مالك. لكن بشكل عام افضل ودائما انصحهم اخذوا الدوره كامله عشان بعدين انتم تعرفون شنو تخصصون. بالنسبه حق الرياضه هذا جدا مهم، لان الاصابات الرياضيه احنا نغطيها في الدوره الشامله، لكن مثل ما
نقول يعني لما اتخصص فيها اكثر راح اعرف شلون انا امارسها بشكل صحيح. واكيد فيها تفاصيل اكثر طبعًا. بعد أي. نعم هذه التفاصيل مهمه. نعم ذكرت يمكن الناس اللي عندهم امراض مثلا معينه مزمنه، اللي عندهم ربو، امراض السكر وغيره، ايضا اعتقد لهم اسعافات مختلفه بعد. طبعا ودائما هذه النصيحه دائما نقولها، اذا شخص يعاني من مرض مزمن وياخذ عليه دواء ضروري يبلغ اللي موجودين حوالينا بدوامه، عند هلا، عند ربعه، بالديوانيه، اي مكان. ليش؟ لان لنفرض حتى بالسياره لا قدر الله. نعم انا نعم. اخذ الحين لنفرض مثلا ناخذ ادويه سكر، اللي معي بالدوام مو قايله لهم فيني سكر، انزين طحت عليهم شلون يعرفون يتصرفون معي؟ لازم يعرفون انا شنو فيني، حتى لو دقوا على الاسعاف يقولون هذه مريضه سكر. صحيح. وقيسيها على باقي الامراض. نعم. ومره صارت موقف بيئة عمل ووحدة تشنجت وما ندري شنو سالفتها وتوهقنا فيها. لما بدأت الصحصح استوعبنا أن هي فيها صرع بس مو قايلة ومو ماخذة دواها. نعم. الله يهديك خرعتينا لو قايلة عطيناك دوات وعرفنا نتصرف. أكيد. بالنسبة لفترة المدارس إن شاء الله نحن مقبلين عليها بعد فترة، نتكلم أكثر عن أهمية الإسعافات الأولية في المدرسة. من المفروض بصراحة يكون يتعلم هذه الإسعافات؟ وهل على ولي الأمر أن يبلغ المدرسة أن ولدي أو بنتي فيهم هذا المرض الفلاني؟ تدرين أنا كنت معلمة 10 سنوات، وخلال هال10 سنوات درست مرحلة الابتدائية. ابتدائي يعني نمون على الإسعاف ما شاء الله من كثر الحوادث اللي تحوشهم، لأن اسم العلم أنا درست أولاد ودرست بنات حركيين ما شاء حركيين. الله حركيين. نعم. ويعني مكان في أقل من 30 طفل، وكسور خصوصا الصبيان اذا لعبوا كره يشتطون. أيه. الصبيان الصغار اكيد، فتلقين يعني يلعب بدون ما يفكر ويشوت، حتى لو بيشوت يريد رفيجه، وصارت قدامنا وايد حوادث كسور وغيرها يعني وكدمات. نرجع حق تكمله السؤال، انه لو طفل فيه مرض مزمن في ما شاء الله اولياء امور واعين لدرجه كانوا يعني حتى يحطون تاج على اطفالهم فيهم المرض المعين ويبلغونا ان الدواء معاهم موجود في الجنطه وكذي، يعني يكون احنا كمعلمين ومعلمات عندنا هذا المعلومه اننا حتى هذا الطفل يعرف نتعامل معه. نعم. في ناس تنحرج استاذ انها تقول يعني انا ولدي فيها المرض الفلاني، فايضا هذه مشكله ثانيه. ما فيها احراج، هذا المرض من الله سبحانه وتعالى. ما ايضا الحساسيه من الاكل احيانا ممكن تسوي ترى مشكله كبيره في الطفل او حتى البالغ. معلمه سابقه. نعم سابقه. ولكن انت فيها المجال يعني مريت خبره في التدريس قدام اصلا. نعم. الحساسيه مو بس عندنا حساسيه من لما نعرف شلون احنا نتعامل معه شنو للمشاهد الكريم، وضرورة فعلا أن يكون عندنا مسعف في كل مجال حتى في العمل. أول شيء أوجه كلمة شكر لكم أنتوا على هذه الاستضافة، على أساس إحنا نقدر نوجه هذه رسالتنا وأن إحنا نزيد الوعي في الإسعافات الأولية ونركز على ضرورة وجود مسعف في كل بيت، هذه جدا مهمة. الشيء الثاني رسالتي للمشاهدين أن إحنا نحاول ننشر هذه الثقافة، ما تبون تدشون دورة ممكن أنا ألجأ إلى المصادر الموثوقة. رسالتي لا تركزون على الأشياء اللي تشوفونها بالسوشيال ميديا، لأن أنا أقول لك 3/4 مو صح. نعم. ناخذ إحنا المعلومة من مصدر موثوق، مو كل من طلع وتكلم بموضوع نصدقه. أكيد. لازم إحنا نعرف من وين ناخذها. أكيد. شكرا لك لحضورك، وإحنا مكملين برنامج ويك إند إن شاء الله، وروح معاكم الفقرة القادمة مع زميلنا. على
اهلا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين في فقره جديده من المختبر الرياضي. في هذه الفقره دائما راح نتحدث عن مواضيع لها علاقه بفسيولوجيا الجسم وعلاقتها بالتمرين وشلون يتاثر الجسم بالتمرين وشلون يتكيف اجهزتنا الحيويه على التمارين المختلفه اللي نمارسها. كلنا نعرف ان قبل اي تمرين نسويه يفضل ان احنا نسوي الاحماء المناسب وبالتالي نرفع درجه حراره الجسم وايضا نمارس بعض التمرينات لتهيئه المفاصل والعضلات للتمرين اللي راح نأديه. ولكن شنو هي الحاله المثاليه او شنو هو الوضع المثالي اللي لازم نسويه بعد ما نوصل لنهايه التمرين؟ واحده من اهم النقاط اللي فيها مفهوم خاطئ وممارسه خاطئه كثير من الناس تمارسها ان هم بعد ما يسوون مجهود اقصى او مجهود عالي بالشده يتوقفون عن التمرين بشكل نهائي. هذا الشيء يساهم بشكل سلبي بان الدم يتوقف عن الحركه بالجسم بشكل سليم. شنو هو الحاله المثاليه؟ الحاله المثاليه اني امارس مجهود خفيف مثل المشي الخفيف على سبيل المثال وما اتوقف بشكل نهائي عن التمرين. ليش؟ لان المشي الخفيف راح يساهم بان احنا نستمر بضغط دم مناسب وايضا ميكانيزم العضلات اللي احنا قاعد نسويها خلال المشي الخفيف والانقباضات العضليه اللي قاعد تصير بالساق اللي راح تضغط على الاورده الدمويه راح تساهم بشكل فعال بان هي تساهم بصعود الدم مره ثانيه وتعاكس قوى الجاذبيه اللي قاعد تسحب او قاعد تنزل الدم للاسفل. فالنصيحه الاساسيه ان احنا دائما نمارس مجهود خفيف وما نتوقف بشكل تام. ايضا هذا الشيء راح يساهم بشكل مباشر بالتخلص من فضلات التمرين. كل ما نمارس تمرين عالي الشده الجسم عندنا قاعد ينتج بعض الافرازات مثل على سبيل المثال حمض اللاكتيت. حمض اللاكتيت دائما نربطه احنا بمستوى التعب وبزياده حمضيه الدم، وهذا الشيء نقدر نتخلص منه بشكل اسرع وبشكل اكفى لما نمارس مجهود بطيء، لان الجسم راح يساهم انه يستعمله كمصدر للطاقه. فتوصيتي لكم كل ما تمارسون مجهود عالي الشده مارسوا بعدها مجهود خفيف جدا مثل المشي الخفيف او الهروله الخفيفه او ممارسه اي مجهود ثاني مثل التجديف او السباحه الخفيفه او الدراجه بشكل خفيف، وهذا راح يساهم بشكل افضل باستشفائكم بشكل اسرع وبالتالي تخلصكم من التعب وتحضير اجسامكم للتمرين القادم. اتمنى لكم دائما تمرين عالي الجوده ونتائج افضل. شكرا لكم على المتابعه. شكرا على التقرير السابق، ودائما احنا نقول ايضا الاجراءات الطبيه والمعلومات الطبيه ناخذها من المختصين في مجالهم. وسط اجواء شعبيه اختتمت يوم الخميس الماضي فعاليات مراسم القفال رحله الغوص التراثيه ال 32 التي اقامها النادي البحري الرياضي الكويتي تحت رعايه اميريه ساميه، وذلك في احياء التراث الرعيل الاول من الاباء والاجداد، وجاءت الرحله بمشاركه 60 شاب على متن سفينتين. نتابع معكم هذا التقرير واكيد راح نرحب في ضيفنا اللي موجود في الاستديو حاليا بعد الفاصل. وسط احتفال شعبي وبحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ممثلا عن سمو أمير البلاد وسفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بلندا لويس ورئيس النادي البحري الرياضي الكويتي فهد الفهد ومسؤولي النادي وأهالي البحارة، اختتمت يوم الخميس على ساحل النادي فعالية رحلة إحياء ذكرى الغوص التراثية 32 التي نظمتها لجنة إحياء التراث البحري على مدار 6 أيام تحت رعاية أميرية سامية، وذلك إحياء لتراث الرعيل الأول من الآباء والأجداد.
وشهدت مراسم يوم قفال الرحلة التي جاءت بمشاركة 60 شابا من النواخذة والمجدمية والغاصة على متن سفينتين بعض عروض الفنون الشعبية البحرية صاحبها قيام مجموعة من الشباب البحرية بعملية فتح المحار. واختتمت مراسم القفال بإنزال عالم الكويت إذانا بانتهاء موسم الغوص. وللحديث أكثر حول رحلة إحياء ذكرى الغوص 32 في مراسم القفال، يسعدنا نستضيف معنا الأستاذ خالد الفودري أمين سر العام النادي البحري الرياضي الكويتي. حياك الله معنا أستاذ خالد، نورتنا. حياكم الله، أهلا ومرحبا فيكم. يعني إحنا فخورين جدا بصراحة أن دولة الكويت من الدول الخليجية اللي ما زالت محافظة على التراث الكويتي. لما نتكلم عن الغوص ورحلة الأجداد والآباء واللي أبنائنا الآن يشوفون هذه الرحلة ومشقتها ويتعلمون أكثر وأكثر عن يعني أهمية فعلا الغوص في عيشة البناء يعني الكويتي، المواطن الكويتي من الأساس. صح. من البداية أمور كثيرة وتفاصيل كثيرة الحمد لله أننا محافظين عليها، وشكرا لكم بصراحة أنكم ما زلتم مستمرين في هذا العطاء. الحمد لله رب العالمين. طبعا رحلة القوس، احنا لما نقول رحلة القوس نقول وزارة المالية في السابق هي كانت تجيب الأمور المالية للدولة. نعم. وأمور مالية لمعيشة الشعب. اليوم احنا سويناها بصفة مصقرة، لكن هو كان القصد منها الأمانة هي إحياء هذا التراث، وليس هي مسابقة ولا ان احنا نجمع المحار بعدد اكثر كنادي نحافظ على البيئة البحرية. وهذه رغم أميرية امتدت يعني من 86 لقاية هذا الوقت أو لهذا التاريخ، ودائما حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الله يرحمه دائما كان يوصينا بالشباب، يوصينا على البيئة البحرية وعلمهم، وكان يعني يسأل حتى الشيخ صباح رحمة الله عليه كان يسأل الشباب شنو طلع شنو طلع. فهذه زرعت فينا حنا كإدارة أن نحافظ على هالرحلة. الأمانة حافظنا عليها يعني 32 سنة، توقفت مرتين في الغزو العراقي القاشم. نعم. كذلك توقفت في فترة كورونا 3 سنوات، وردينا هالمرة، لكن ردينا هالمرة شوية مصقرة، لكن إن شاء الله القادم أفضل. نعم. ما قبل كورونا كان أكثر أعتقد العدد. طبعاً كان. نعم. 13 سفينة إحنا بدينا ننزل. كل سنة ننزل 13 سفينة. نعم. 13 لنج على متنها من 320 شاب إلى 270 شاب. لأنه كانت متسع، كان وقت أكثر. نعم. وإحنا دائما نحرص على أن نحافظ على الشباب. نعم. كيف تنظر إلى الرعاية الأميرية السامية المستمرة لهذه الفعالية اللي تجسد مدى حرص القيادة على إحياء التراث البحري وتجسيد قيام كفاح الرعيل الأول يعني، واللي شفناهم من خلال التقرير أيضا؟ هو السند لنا، السند. نعم. أن المحافظة على هذه الرحلة ومحافظة على أن نقيمها شبه سنوية يعني، وأن نحاول نطور فيها، أن هذا السند. اليوم إذا حضر صاحب السمو حفظ الله مهتم في هذه، فما بالك أن حنا ما نهتم فيها، لا نهتم فيها وقاعد نطورها يعني كل سنة عن سنة لأنها تغطي، ولأن الشباب يتعايشون الماضي شون كانوا، شق الماضي شنو، عساس أنه يوفر لقمة عيشة إذا كانوا أجدادنا وأبهاتنا يوفرون من هذه الطريقة أو من هذا المحار. نعم. أو من هذا اللؤلؤ. هالموسم كان أقصر قلت من المواسم السابقة، إيش كثر استمريتوا فيه؟ إحنا استمرنا فيها يعني تقريبا بالضبط 26 يوم. حضرنا. نعم. لأن في أمور إدارية وصلت متأخرة لنا 26 طلع يعني رحلة القوس 5 أيام، بدأنا يوم السبت. والقفال كان يوم الخميس. الأمانة يمكن من أمتع الرحلات اللي يعني شفناها خلال مسيرتنا، لأن أنا من 86 مع الشباب لليوم. يعني كانت صغيرة لكن والله العظيم أن احنا استمتعنا فيها. نعم. بالعكس احنا نتمنى إن شاء الله في الأعوام القادمة أن يزيد العدد أكثر، لأن أنا متأكد أن الشباب الكويتي متلهف لهذه الرحلة، ويمكن أنت قلت من 13 إلى سفينتين، فأعتقد وايد فرق. لا لا. يعني في العدد فعلا لا احنا. نعم. شوفوا يعني الأمانة وايد ناس زعلوا منا، وايد ناس يعني كانوا يشاركون عيالهم. نعم. لأن هذه كانت فرصة الأمانة لكل يوم واحد عنده طفل بالكويت، عنده حركة سريعة، عنده أي أمور بالبيت في أكشن عنده، يبقى عندنا يرجع شخص ثاني، لأن البحر
يعلم. والشباب يعني الأمانة من نواخذة من المجدمية من المشرفين دائما يحرصون أن احنا نوصل الرسالة، وهم كذلك نزرع في المشارك معنا روح الوطنية، روح حب البلد. يعني انت اليوم لما تشوفين السفينة تمشي والنهام ينهم وقاعد تمشي بشراعها، معناها خطرة مو بسيطة ترى. يعني الأمر يعني نتكلم عن ولد عمره 16 سنة داخل بحر من منطقة الخيران للسالمية داخل لنج، لو نقول 50 قدم هذا اللنج، لكن اللنج ما في يعني سبل الراحة، ما في سبل الترفيه، ما في تلفون، ما في بيشبك، لأنه ما يمدي على طول ناخذه بيعطيه يقول اسحب شراعك نزل شراعك جدف. فمتعة متعة حتى حق الشباب، متعة احنا كإداريين يعني نستمتع لما نشوف عيالنا اليوم في هذا. انا نوعدكم ان شاء الله، انا قلت يعني هالسنة طلعنا 60 شاب وتلفوناتنا ما سكتت، ان دائما يبون عيالهم يدشون، وانا ما الومهم الامانه. يعني انا واحد من الناس يعني حاس في شعورهم، لكن القادم افضل ان شاء الله باذن الله، وهذه رغبه اميريه انا مثل ما قلت، والحكومه قاعد يعني تحرص علينا ان السنه الجايه ترجع مثل ما كانت. نعم السابق. اكيد مثل ما ذكرت هذه فعلا دروس مستفاده لكل يمكن من شارك من ابنائنا اللي من خلال رحله الغوص واستفادوا اكثر في اشياء ممكن يتعلمها الشاب من خلال هالرحله اكثر يمكن ما نعرفها احنا كمشاهدين. طبعا شوفي انا يعني اقول لك يتعلم وايد اشياء. يعني قبل جائحه كورونا او قبل رحله القوس جائحه كورونا، واحد من الشباب داق على ابوه تعال اخذ الموبايل، انه اخذ صادي موبايل معي، فاخذ الموبايل. جيت انا ايش فيك؟ قال انا موبايل. قلت خله معك خلاص. قال لا لا لا، لانه وعدني اذا ما رديت حق اهلي راح يطردني. شوفي يعني ان استغنى من البلاي ستيشن، استغنى من الموبايل ماله، كل سبل الترفيه يعني نشوف هذه يعني هذا التصوير. شوف هذه نعم. هي تشرح يعني تشرح لك اليوم شنو فرحة الشاب الكويتي في هذا العمر. نعم. درجة الحرارة نوصل ل 52-53 والرطوبة السنة هذه ضايقتنا، لكن والله العظيم قاعد يشتغلون خليتنا نحل داخل الله يعطيهم يعني. العافية ويعطيكم أنت والعافية في بصراحة استكمال هذه المسيرة المهمة. هني وين كان التصوير؟ إذا هذا التصوير في نادي البحرية يوم القفال. أمانة هذا يعني يمكن يزوتين حنا اللي حطيناهم، بس يزوتين وحطينا فرس نراوي معالي الوزير الوزير نراوي الضيوف. كان يعني من ضمن اللقطات هني أن أثناء فلق المحار طلعنا لولوة، فاستانست السفيرة البريطانية الأمانة يعني فرحت من الموقف، رحت يعني فعلا ان شافوا بعينهم احنا ما لنا ان يعني نمثل او نسوي شيء، لا احنا نعطيكم الحقيقه في هذه الرحله مثل ما هي يعني بكل تفاصيلها. وحلو مثل ما ذكرت بصراحه توثيق مثل هذه الرحلات طبعاً. استاذ خالد مهم جدا ان الباحث مثلا في التراث الكويتي او حتى يمكن على مدار السنوات الرحلات بتسلسلها، واكيد انت عندك الخبره في هالمجال، فكرت توثقون الرحلات هذه؟ احنا وثقناها يعني. نعم. امانه وثقناها من قبل كورونا، عندنا يمكن وزاره الاعلام مشكوره وثقت الرحله، يعني رحله واحده كامله. والامانه يعني اليوم اذا نقول دول الخليج كلها قاعده تستعين فينا اليوم. يعني قبل الرحله بايام قليله الاخوان في مملكه السعوديه الشقيقه اطلبوا تقرير كامل عن الرحله. الاخوان في دوله الامارات في البحرين، احنا رحنا البحرين وقصنا بالبحرين، يعني طلعنا لنجين وقصنا في مملكه البحرين الشقيقه. نعم. فاحنا متسع للجميع، يعني نطمح 97 كانت رحله مجلس التعاون عندنا بالكويت، نطمح ان تكون 24 انها يكونون يشاركون دول الخليج فرحتنا ويشاركونا يشوفون تراثنا ويشوفون شباب الكويت. نعم. ويستفيدون من خبرتنا. ونتمنى بصراحه يعني نستقبل من ابنائنا بدول الخليج عندنا يشاركون معاكم، يعني ان شاء الله تكون في امكانيات. ان شاء الله حق الاخوان في الهيئه العامه للرياضه، واذا تبنى الموضوع هي سهله ما هي صعبه يعني. نعم. لانهم عندهم بحاره والتراث يمتد الخليج كله. صحيح. متشابه يعني. نعم. ذكرت قبل شوي في كلامك وجود سعاده سفيره المملكه المتحده لدى البلاد بليندا، يعني هذا الحدث المهم وحرصهم بصراحه على وجودهم في مثل هذه الاماكن والاحداث المهمه في الكويت. انت ذكرت انها كانت سعيده جدا، ولكن شنو كان تعليقها ايضا على الشباب؟ تعليق على الشباب يعني ما هقت ان اليوم شاب الكويتي في هذه الطريقه. نعم. لما سألتنا كم يوم قعدوا وين ينامون وين شنو يأكلون وشنو طريقتهم وشنو القوس، وكان شافت درجة الحرارة يعني. نعم. ما صدقنا رطوبة بس
الماء يعني حراره ما نقص عن نفسنا. فاستانست من شباب ويوم صار فلق المحار الامانه ما هقت يعني ان المحار بهذه الطريقه طريقه الفلق ماله وطريقه شلون طلعوا اللؤلؤه قدامها فكانت سعيده يعني ان اشوف تراث كويتي. نعم الاعمار اللي شاركت استاذ خالد الاعمار احنا هذه المره حرصنا ان من 16 سنه لقايه 28 سنه. نعم احنا هالسنه ما فتحنا باب الاشتراك، هم نفس الشباب اللي شاركوا في الرحله الاخيره. نعم اخذنا منهم جزء مع النواخذ اللي معانا وطلعنا فيه. نعم ولا مثل ما ذكرت بما انهم مشاركين سابقا اكيد عندهم الخبره في السباحه اللياقه البدنيه لابد في شروط. لا طبعا في شروط وفي منهج احنا عندنا اللي يدش رحله الغوص لازم يطوف هذا المنهج كامل يتعلم من بدايته من بدايه السباحه. احنا ما نعلم سباحه لكن يكون جاهز للسباحه وانه يكون ما يحمل بعض الامراض يعني المزمنه انها ما تخلي لانه يتعرض للرطوبه يتعرض للحراره يتعرض للبحر لضغط البحر. يعني احنا نقوص قوس العادي بس ما نقوص 5 متر نقوص متر مترين مترين ونص يعني هذا الأعلى شيء محافظة على الشباب يعني. ما في شك. شلون شفت ردود أفعال أهالي البحارة بصراحة اللي شاركوا معاكم في رحلة إحياء ذكرى الغوص واستقبالهم لأبنائهم يوم القفال بعد؟ يمكن لو نعيد الشريط ولا نعيد القفال نشوف فرحة الناس كلها. نعم شوف الشكر والثناء على حضرة صاحب السمو على إدارة النادي على الشباب يعني لما أنا اليوم الشباب هذين اللي شاركوا التصوير أيضا فرحتهم مو بس حتى معالي وزير التجارة وزير الرياضة كان يقول أنا كنت متابعها وشاركت في الرحلة الأولى في 86 بس ما كنت جاي مع عيال عمي فكنت يعني مهتم في هذه الرياضة وكانت عنده معلومات كاملة عن الرحلة يعني هذا اهتمام إن كان حكومي نقول وإن كان أهلي لا بالعكس الفرحة جدا يعني حنا نشوفها واضحة بعد واضحة أكيد. هل هناك ورش عمل للشباب تقام بعد ختام يمكن مراسل القفال؟ طبعا حنا بعد مراسم القفال حنا نعلمهم شون إن خلاص نشيل كل السفينة نشيل أغراضنا شون نحافظ لأن تعرفين هذه السفينة خشب والامور الحبال وهذا لازم نحافظ عليها هذا شيء مهم جدا لانه مكلفه الامانه. فنعلمهم خلال فتره اسبوع اسبوعين ان نقفل اغراضنا ونسكر اغراضنا حق الموسم القادم لكن بس ما نوقف. عندنا مسابقه صيد سمك نعلم على السمك على الترديع القيود على البلود احنا ما نوقف يعني كنادي بحري بالعكس او كتراث بحري ما نوقف شقالين يعني عندنا ان شاء الله راح نشارك في مسابقة صيد سمك في الأردن إن شاء الله زين بالخير أي شهر يعني إن شاء الله بتكون؟ في شهر سبتمبر إن شاء الله إحنا ما نوقف بالنسبة للأنشطة البحرية أو نخصها في التراث لا إحنا ما نوقف. أهل الكويت أهل البحر بصراحة ويحبون البحر وإذا ما شفنا يعني سباح أو غواص أو مثل ما ذكرت واحد يحب الحداق لازم تكون يعني لك محبة وعلاقة في البحر. فحنقول شكرا لكم بصراحة لاستمراركم في هالعمل المهم والمتعب يعني ترى ما هو سهل تنظيم رحلة غوص وخاصة في عصر التكنولوجيا والرفاهية. شكرا لكم وشكرا لحضورك اليوم معنا. حياكم الله. وأنا والله الأمانة أشكر الشباب وأشكر أولياء أمورهم اللي خلوهم عندنا خلال هالفترة في الجو يعني وحرمان من السفر وحرمان نعم. هذا لكن أنا أتقدم لهم بشكرهم وعلى إدارة النادي. نعم شكرا لحضورك أستاذ خالد. وأيضا احنا مكملين معاكم برنامج ويك إند تقرير الحفل الختامي لجائزة ناصر صباح الأحمد الصباح لأفضل لاعب محلي بالموسم الرياضي 2023-2022 وأكيد مع الزميل النشط دائما نوجه له تحية سلمان الغضوري. برعاية رئيس لجنة الكروية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد وبحضور نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبد الله جرى حفل اختيار جائزة الشيخ ناصر صباح الأحمد لأفضل لاعب كرة قدم محلي للموسم الرياضي 2022-2023 والتي أجريت في قاعة سلوى حيث ذهبت الجائزة إلى لاعب نادي كاظم السابق ولاعب نادي حتى الإماراتي الحالي اللاعب شبيب الخالدي كما جرى خلال الحفل اختيار أفضل هدف والذي ذهبت جائزته إلى لاعب نادي العربي بدر طارق كما تم اختيار جائزة أفضل تصدي لحارس مرمى نادي الكويت عبد الرحمن كميه كما ذهبت أفضل لاعب واعد إلى
لاعب نادي العربي حسين أشكالي. هذا وشيء حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أبارك لأخوي شبيب الهاجري على فوزه في جائزة ناصر صباح الأحمد أفضل لاعب في الدوري 2022-2023، وحاب أشكر لجنة المنظمة على دعمهم وعلى استمرار يعني متابعة جائزة جولدن ون، جائزة ناصر صباح الأحمد، بحرفية ومن غير أي محسوبيات. فشكرا للجنة المنظمة دكتور طارق جراهمة الأخوة أعضاء الجائزة. أحب أشكر القائمين على هذه الجائزة وعلى رأسهم الشيخ فهد ناصر صباح، جميع القائمين على هذه الجائزة، وأشكر أيضا جميع الداعمين على هذه الجائزة، وأشكر إخواني المرشحين والفائزين. وبالعكس أنا أشوف العموم أنه فائز مشاركتهم في هذه الجائزة. أحب أشكر جميع من صوت لشبيب الخالدي، أحب أشكر اللجنة المنظمة على هذه الجائزة، أحب أشكر الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد على دعمه لإخوانه اللاعبين والرياضيين، ونتمنى التوفيق لإخواني مبارك الفنيني ومحمد دحام، هذا شرف لي أني أنافسهم على هذه الجائزة. أول شيء حاب أشكر اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمة الله عليه، للأمانة حفل أكثر من رائع، وحاب أشكر اللجنة الفنية على اختيارهم أفضل تصدي لي في الموسم، وإن شاء الله يا رب من نجاح إلى نجاح، ونوعدكم إن شاء الله بالقادم أفضل يا رب. شكرا للزملاء على هذا التقرير، وأكيد نشكر المشاهدين الكرام على المتابعة. باكر لنا موعد إن شاء الله في نفس هذا الوقت، وبنكون أيضا مع ضيوف جدد في برنامج ويك إند. نترككم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.